10 لحد دي كده كل اللي فوق ده 10 10 ايه الهضبه كل جمع. دي كلها واحد دي كلها واحد ادي واحد واحد لو قلت الاثنين ماشي اثنين ماشي ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة 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 ستة لحد هنا خمسة أهو نحط خمسة خمسة لحد فين؟ لحد هنا خلاص خلصنا صح؟ خلاص لحد هنا خلصنا؟ ما خلاص خلصنا على البورت ده وعلى البورت ده أه خمسة على البورت ده بالظبط حلو أدي واحد ستة ستة سبعة سبعة ثمانية تسعة 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 وفي واحد عندي بس تسعة تسعة لحد هنا تسعة عشرة صح كده؟ يبقى كله كام؟ عشرة عشرة خمسة ستاشر خمسة عشرة وصلت الناس؟ تعالى مع بعض شكل نمبر 24 تعالى نشوف مع بعض بجهز كمان ممكن مش مركزين هي بين السويتش والراوتر تحت الكاميرا دي فين دي؟ احنا قلنا لو اتحط الهاب الورينو ديت؟ واحدة احنا حسبنا دي؟ اه صح احنا حطينا دايرة هنا اهو دي تتحسب مرة هنا مرة هنا حسب مرتين ولا يكون في بينهم سويتش؟ لا دي كنت بشرحها له يعني هنا لو حصل كوليجن هنا بص مش ده هب دايما بنحط دايره على اللي بنسمعه صح؟ مين اللي هيسمع الكوليجن؟ دلوقتي اكس ده حصل عنده كوليجن مين اللي هيسمع الكوليجن؟ سويتش ده هو هو اكس ده موصل؟ اه جهاز كمبيوتر طب انا موصله ليه ما انا مش موصله؟ انا ماشي ماشي هو اللي بقى هو انا عايز احسب الدومين ولو مش موجود برضه احسب نفس القصه بحسب الدومين اكس ده موجود عمل كوليجن صح مين اللي هيسمعه في البورت ده وده وده صح يبقى ده هو لحد الكوليجن لحد الدومين ده صح الدائره دي كلها وكده دومين ودوت داخل معاهم اصلا لان كان طالع على الهب صح سمع ما الكوليجن لما حصل ده سمعه ده سمعه صح مش ده كله دومين واحد طب لو حصل كوليجن هنا دوت وده بس خلاص شيل دوت كده ده دومين واحد بس يبقى دي كلها فيها اثنين اثنين ثلاثه بدل اربعه يبقى دي الرسمه هتقل لواحد بس في كده اربعه في اربعه هنا عد بقى الراوتر اثنين بص ده كده خلاص كوليجن دومين واحد واثنين صح؟ واحد واثنين مظبوط كده؟ دي اثنين فوق ما فيهمش مشكله دي ثلاثه بس دي واصله على مين؟ مع هاب بيوزع كوليجن دومين خلاص فما زالت هي مع مين داخله مع الهب اهي داخله مع الهب خلاص والهب ده معايا صح الهب هحسب دي معايا كمان ضمن الدومين مش هعد واحد جديد صح لان الهب لو حصل فيه مشكله ده سمعه خلاص فدي كلها كده ايه ثلاثة كده ثلاثة ما هو بص واحد اثنين ثلاثة صح أربعة وصلت هم 24 مش 25 لا هو كده 19 لا اصل ايه؟ اطرح من دي واحده بس هو حصل احنا طرحنا واحده بس هو العينين كانت تبع 10 في 4 يبقى لا ايه؟ اليمين ده كان 10 اه يبقى هو انت هتخلي 5 زي ما هي وتبقى 10 يبقى 9 بس بس دي يبقى دي 5 دي 9 9 نرجع للبودكاست بقى نعد تاني كله مع بعض؟ اه يا ريت تاني اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس كده 10 فوق اهي الراوتر 5 ماشي ايه؟ ما هو نيجي هنا 1 كلها ايه؟ 1 صح؟ حطينا 1 امسح كده اهو حطينا ايه؟ 1 خلاص كده؟ ماشي دي كده ايه؟ الرسمه دي كل ديت 11 خلصت ماشي؟ طب تعالى هنا 1 2 بص واحد اثنين ثلاثة أربعة صح كده؟ لحد هنا إيه؟ أربعة أربعة مظبوط كده؟ واللي جاي دي كده إيه؟ كده ده حسبنا أربعة يبقى كده 19 اف برضه ماشي اهو حسبنا ودي حسبنا أربعة دي حسبناها كام؟ أربعة صح؟ أربعة دي أربعة صح؟ كده 19 حط كام؟ كده أيوة 19 10 أربعة 10 1 11 11 4 19 كله 19 ماشي بس دي دي طب اتفاق خلاص 19 ده كده مظبوط كده واحد بص خلال اللي فوق ده اثنين اهم ماشي ما فيهاش مشكله مين هنا بيسمع الكوليجن تعالى ارسمها فوق هنا يعني بص الارقام
هسألك ايه ده هب خلاص بي سي سويتش بي سي سويتش ايه بي بي سي صح والهب بص الهب هو عليه مليون بي سي مش هتفرق الهب بص لكل واحد كوليجن الهب لو عليه مليون بي سي مش هتفرق صح طيب دلوقتي ركز معايا لو ده حصل عايز احسب كام كوليجن ده من هنا البي سي ده هو عمل كوليجن مين البورد ده حصل فيه كوليجن مين اللي هيسمعه سويتش لحد فين لحد هنا بس صح بقى كده ايه واحد ده واحد صح طيب لو حصل كوليجن هنا ماشي او هنا اهو او هنا او هنا او هنا او هنا مين هيسمعه الهب يبقى ده واحد والهب هيدي كله صح يبقى الهب سمع فين واحد الهب بص دي كده كده بده ايه سمعت ايه واحد واحد صح يبقى اثنين كم بقى وكان في اربعه وكان في اهو واحد البرودكاست ثلاثة محترم كام تمام بص خمسة البرودكاست اهو واحد ودي اثنين وده كله ثلاثة وده أربعة ده خمسة لما جينا نجمع كمان البرودكاست بالظبط صح ماشي تمام فهمنا الفكرة بتاعتها يبقى شوف مين بيسمع بيتأثر في سالفة الكوليجن او في البرودكاست دومين خلاص؟ السؤال بقى انا كنافذ انجينير مثلا محتاج ان انا ازود البرودكاست دومين ولا لا انت محتاج تقلل البرودكاست دومين وازود الكوليجن وتزود الكوليجن دومين صح؟ تزود الكوليجن دومين وتقلل البرودكاست دومين ده هناخده في حاجة اسمها الفيلان طريقة بنستخدمها حاجة اسمها الفيلان في شابتر 8 9 ماشي؟ في حد عنده هي فكره ان انا ازود البودكاست مين عشان لو عاوز تقلل البودكاست تقلل يعني خليهم صغير اكبر المساحه بتاعته يكون عندي مثلا واحد بودكاست لا مين أحسن. انت لازم تزود عدد البودكاست مين وتصغر مساحته انت عارف يعني انت عندك بودكاست مين كبير زي مثلا انت حاطط الجامعه كلها في بودكاست مين بودكاست كبير قسم الجامعه كلها عارف لو في جهاز عامل بودكاست ان الشباب كلها تسمعه ده مش كويس صح بتزود عدد البودكاست دومين وزود عدد كل دومين وزود عدد كل دومين ده بتقول اعملوا فيلان تمام ده اللي جامد كان ده الفيلان اصل انت عشان تعمل تزود عدد بودكاست دومين محتاج راوتر صح؟ هل ينفع احط مثلا عندي شبكه عايز اعمل فيها 20 بودكاست دومين اجيب 20 راوتر ولا 20 انترفيس على الراوتر ولا 20 بورد؟ لا ليها طريقه ان ازود عدد بودكاست دومين من على السويتش نفسه فيلان اللي هي فيرجوال فيرجوال اللي زي ما كنا عاملينها في البيت عندي نفس ما عندي واخد الريال الاربعين مزرعه على كذا جهاز كان عامل بيها الشغلانات في فوق لا دي حاجه ثانيه خالص ماشي حد عنده سؤال في القصه دي؟ حد عارف الفرق بين حاجه اسمها الهاف ديوبلكس والفول ديوبلكس؟ ايه؟ انا عندي حاجه اسمها هاف ديوبلكس عندي حاجه اسمها ديوبلكس ايه هي الديوبلكس؟ هي ميكانيزم ان انا ازاي ببعت وبريسيف الداتا هل ببعت وبستقبل في نفس الوقت ولا ببعت او استقبل في نفس الوقت تلعب بالحروف بص هنا وهنا صح انا عندي امكانيه ان انا ابعت اند استقبل سند اند ريسيف ات ذا سيم تايم في نفس الوقت ايوه او ان انا ابعت يستقبل في نفس الوقت ينفعش اما دي اما دي يبقى ده اسمها ديوبلكس يبقى لو انا فول ديوبلكس فول اهو الفول ديوبلكس الفول ديوبلكس سند اند ريسيف ات ذا سيم تايم سند اند ريسيف ات ذا سيم تايم يعني اقدر ابعت واستقبل في نفس الوقت زي ايه؟ زي الموبايل يعني ايه امثله الاجهزه اللي بتشتغل الفول ديوبلكس الموبايل بتاعك مش بقدر ابعت واستقبل في نفس الوقت بتتكلم وبتسمع في نفس الوقت صح؟ يبقى جهاز الموبايل ده بيشتغل فول ديوبلكس طيب هاف ديوبلكس يبعت يستقبل في نفس الوقت صح هاف سند اور لا اما يبعت يعني اما يستقبل ما ينفعش الاثنين في نفس الوقت يبقى هي سند اور ريسيف ات ذا سيم تايم صح طب امثله ايه الاجهزه دي ايه اللي هو بالظبط اللي هو ايه اللي هو الوحش النجاح الاول صح اللي هو بتاع الاسد النمله حول ماشي وده قصه الراديو بتاع البيت اللي هو الراديو لو عمرك ما هتكلمه النجوم افهم عمرك ما هتكلمه هو في ديوبلكس
حاول تكلمه كده حد ازاي. لو عدى حد 90 سنه ده مش كده هو مش هو ما فهمش خالص ليه يعني ما عرفش انت عارف دوبلكس هو سواء سيب قول لي يعني سيب بس هو سيب قول لي يعني بس انا اقصد مثال اقصد ما فيش جنب انا اقصد ان الشانل بتاعته ما تشيلش اثنين ما فيش عندي شانل تشيل اثنين لو جبت جهاز خلاص لو جبت جهاز بيقدر ترانسميت بس مش ترانسميت الشانل بتاعته صح هو ايه الراجل ده بعت اقصد الهيرتز اللي بعت عليه خلاص انا عمري لو انا جبت الشانل برده جبت ديفايس كامل ترانسميشن عمري ما هقدر ابعت على الهيرتز بتاعته صح فاهمني لو بعت على الهيرتز بتاعته انا بقوي البرودكاست بتاعه صح كده الراجل ده بيبعت على هيرتز مثلا 100.6 كان عم جامد يعني وانا ببعت 100.6 يبقى احنا الاثنين بنبعت 100.6 يبقى اللي هيستقبل قدامي دوت هيستقبل ده ده تبع حاجه اسمها برايورتي بقى في السيجنال والكلام ده مش هنخش يعني مش هنتكلم في كورس سيجنالين يعني ابسط حاجه في القصه حاجه في حاجه اسمها سيمبلكس حد سمع عن سيمبلكس؟ السيمبلكس ده اللي هو وان واي اسمها سيمبلكس سيمبلكس دي وان واي سواء سند او ريسيف يعني الروايه واحده ما ينفعش اللي هو اللي هي ما ينفعش يبقى حاجتين هو جايب حاجه واحده بس ما يقدرش يبعت ولو بيستقبل يفضل طول عمره يستقبل بس عمره ما يعرف يستقبل لازم يستقبل ما احنا كنا بنبريزنت الغاب دوبلكس ده ان هو واير واحد عشان كده ما بيعرفش يبعت رساله في نفس الوقت ولو ممكن يكون تو وايرز تو وايرز المشكله بس الشانلز من جوه طب لا مش الكونفجريشن الشانلز بتاعته من جوه يعني انت عارف مين بيسمع عندنا في النتورك بتاعتي ال 10 ال 10 ميجا في الثانيه هي هاف دوبلكس اللي هي الايثرنت عارفين سرعه الايثرنت مش احنا قلنا السرعه بتاعت الايثرنت فاست ايثرنت جيجا ايثرنت صح وانا هو 10 جيجا وفي تيرا بايت ال 10 جيجا باي ديفولت هي هاف لكن انا شغالها فل يعني اهو راوتر بيتكلم راوتر كده بورت هنا اهو ايثرنت هي لينك واحده اهي شغاله هاف بس ممكن اشغلها فل من جوه السلك دوت الشانل ريسيف ات سيم تايم عشان قلنا 1.6 شغالهم ات سيم تايم 1.6 في الكابل دي تي في في فور سيندنج في فور ريسيفنج 1.2 فور سيندنج 3.6 فور ريسيفنج في بعض الماشينز 3.6 سيندنج 1.2 ريسيفنج قلنا عشان كده كانت قصه الكابل كروس والكابل ستريت والكلام ده ماشي فاهمين يعني قصه الهاف ديوبلكس ليها علاقه بالكابلات عشان الكابل بتاع من جوه جراب بصوا اه كده وكده دي 1 و2 3 و6 خلاص الجهاز بتاعي ده هو بيرسل على 1 و2 والجهاز ده بيرسل على 1 و2 هل ينفع 1 و2 في السلك قدام 1 و2؟ لا 1 و2 لازم 1 و2 قدام 3 و6 هي 3 و6 هي سيف انا هيبقى الكابل بتاعي هنا هيبقى مخلوف الكابل بتاعي ماشي كده 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 صح؟ كده والكابل بتاعي ماشي كده 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 صح؟ 1 و2 و3 و6 عشان يبقى سند قدام ريسيف وريسيف قدام سند ده قصه الكابل كروس اوفر يبقى انا من جوه الكابل بتاعي اعمله هاف او فل صح؟ يعني يبعته في نفس الوقت ويستعمله في نفس الوقت يعملها في نفس يعملها الاول طب اسرع مين هاف ولا فل؟ فل حسب التشانل اللي انا شغال بيها in other words يعني انا دلوقتي انا ممكن ابعت واستقبل في نفس الوقت نفس السرعة يعني عندي 1.6 اهو ماشي لو 1.2 هاف يعني هبعت صح بعد كده ارجع استقبل ولو عايز ابعت تاني استنى لما استقبل بعد كده ابعت لكن لو فل ببعت استقبل ببعت 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 وفي نفس الوقت انا جاي داتا صح يبقى انا اسرع خلاص اسرع في السندنج اهو صح لا بعت وضعف تقريبا لذلك دايما كنت بتدرس يقول لك ان الفول ديوبلكس مثلا لو احنا بقول لكم مثلا بنتكلم فاست ايثرنت اللي هي 100 ميجا في الثانيه بنعتبرها بالفول 200 بنعتبرها بالفول 200 بالظبط بالظبط انت سيب انت قاعد انت في وقت الريسيف بتاع السند كمان فانت في اثنين صح؟ يعني كل الايثرنت كسرعات تعتبر هاف دوبلكس الا لو شغلتها لا ال 10 بس هي اللي هاف دوبلكس باي ديفولت بعد كده كل فول يعني 100 دي فول